جولة على المشهد السياسي مع زميلة جوزيفين ديب. مساء الخير جوزيفين. مساء الخير تمر. شو عنا اليوم بالمشهد؟ يعني هوكشتاين صار واضح انه منه جاي على بيروت بانتظار لودريان الى حينه، شو في بهال 15 يوم؟ الله يستر. شو في يعني اليوم زيارة هوكشتاين لتل ابيب ما كانت اذا بدك مهمته ما كانت كثير ميسره بحسب ما شفنا من التصاريح، بينما هلا لبنانيا عم بيصير في شويه حركه. لنشوف سوا. مساء الخير. انطلاقا من الانفتاح الامريكي الايراني، انطلق الموفد الامريكي أموس هوكشتاين في زيارته تل ابيب محاولا تقليص احتمالات الحرب الموسعه على لبنان. ونقلت هآرتس عن هوكشتاين انه قال للمسؤولين الاسرائيليين ان توسيع الحرب مع لبنان ليس وسيله لاعاده سكان الشمال الى منازلهم، بينما كان رد رئيس الحكومه الاسرائيليه نتنياهو ان اسرائيل ستفعل المطلوب لاعادتهم الى منازلهم. وفي معلومات الجديد ان هوكشتاين لم يبلغ احدا من المسؤولين اللبنانيين اي قرار بزيارته لبنان بعد تل ابيب، في الوقت الذي تشير فيه معلومات الجديد ايضا الى ان هوكشتاين التقى الموفد الفرنسي جان إيف لودريان قبل زيارته تل ابيب، وذلك للتنسيق المشترك على الملف اللبناني في شقيه الحدود والرئاسه. وياتي لقاء هوكشتاين بلودريان هذا ايضا استكمالا لاجتماع لودريان في الرياض مع المستشار الملكي نزار العلولة وعملهما معا على الملف اللبناني. لبنانيا علق رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث الى الان بي ان على المساعي الرئاسيه قائلا ان ما طرحناه في 31 اب من تعديلات في مبادرتنا حول الملف الرئاسي هو اخر ما يصنعه الانسان، قائلا كل اطراف الخماسيه ايدت مبادرتنا الرئاسيه بالمفرق، فما الذي يمنع تاييدها بالجمله؟ وردا على سؤال حول إمكانية قيام العدو الإسرائيلي بعملية عسكرية لاحتلال أراض في الجنوب، قال بري فشروا. على صعيد آخر، نشر المكتب الإعلامي في الفاتيكان أسماء جميع المشاركين بأعمال القسم الثاني والأخير للسينودوس الذي سينعقد في الفاتيكان في تشرين المقبل، تتمة لسينودوس العام الماضي والذي سيقرر مستقبل الكنيسة ويعول عليها البابا فرانسيس في ختام حبريته، إلا أن اللافتة كان تغييب البطريرك مربشار بطرس الراعي عن الدعوة. على مدى ساعة عرض البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي الأوضاع الراهنة مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري على شرفة الجناح البطريركي في الديمان بحضور مسؤول الدائرة الإعلامية في الصرح وليد غياط. وقد أكد السفير بخاري لغبطته وقوف المملكة العربية السعودية دائما إلى جانب لبنان واهتمامها بمساعدته على تخطي أزماته على الصعود كافة. وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز النقاط التي تناولتها اجتماعات اللجنة الخماسية وما سوف تساهم به زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان في سبيل الدفع بملف الاستحقاق الرئاسي، كما كان بحث في الأوضاع الراهنة في الجنوب والحرب في غزة. وغادر السفير بخاري الصرح من دون الإدلاء بأي تصريح. أكد النائب ميشيل موسى من برنامج هنا بيروت أن لا أحد يريد تغيير قانون الانتخاب، إنما التوجه سيكون للعمل على تعديل القانون الحالي. ورأى موسى أنه من المبكر الحديث عن تمديد المجلس النيابي داعيا للإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية. عمليا في حديث يعني بعد إجراء انتخابات وتبين قديش كان في يعني ثغرات بهالقانون هذا من حق الكتل النيابية وكتلتنا من بينهم انه يعني تحاول تعيد النظر ببعض الامور من اجل تحسين يعني هذا القانون. ما حدا بده يغير القانون بالمبدا يعني ككل، لكن هناك بعض التعديلات التي يجب ادخالها على هذا القانون. هلا التوقيت يعني اذا تاخرنا عم نقول دائما لانه كل قانون يعني قانون بهذا الحجم والاهميه بده يصير في نقاش كبير حواليه وتختلف الاراء حواليه، وبالتالي اذا تاخرنا بالوقت يمكن هذا نقاش يطول وما نوصل لنتيجة قبل الاستحقاق القادم. مؤسف انه مجلس النواب ما ينتخب رئيس جمهوري، وانا بقدر انه جهد اليوم لازم ينصب بدل تكهنات، يعني بدل ما نروح الى احتمالات او تكهنات بالتمديد وغير التمديد، انه نسارع الى انتخاب رئيس جمهورية وبالتالي انتظام المؤسسات العامة بالبلد. انا بقدر انه طرح الامر باكرا مش جدي،
لانه وقت بده ينطرح جديا ما بينطرح، انه هيك تعودنا بالفترات الماضيه ما بينطرح. بس بيضل شوي مهدول يمكن. دخل اكسجين، دخل اكسجين بالبلد يمكن، واخذ الامور الى مكان اخر. ومع هذا الخبر بنكون وصلنا لختام فقرتنا سمر. شكرا لك جوزيفين.